خدنا عشنا حالحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا حالحب ستوب تاكسي؟ لا سيرفيس يبعث لك عريس يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا حالحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا حالحب وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا على أمريكا على أتينا عفرنسا وعجبال القلب عكل الدنيا فيها حب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب أنت منتجوز يا حياتي ونخلي أمك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني أي وانت جمالك شو بيعجبني ما عندي فلوس ولا عندي قلب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب ساعدني يا رب باي باي يا شاب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يسعد لي صباحكم يا ولاد عمري يا حبايبي تقبروني على الجميل لخالكم طالعين الله يخلي ليكم وينجحكم بهالحياة ويبعد عنكم ولاد الحرام يا ولادي وانت يا ابراهيم الله يكفيك تعبك وسهرك ودرسك وتصير كابتن طيارة قد الدنيا تقبرني ان شاء الله وانت يا نبيل الله يتوب عليك بالزعرمي ويكبر عقلك وتترك كل المشاكل يا ابني وتنتبه لمستقبلك بهالحياة ماما يا عيون الماما وانا شو نسيتيني باي ما عم تدعي لي انجح كيف عم بدعي لك يا بنتي من قلبي بدعي لك بس اليوم ابراهيم رايح يقدم وراقه بالمطار عم بدعي له الله ينجحه ياخذ وظيفه ونبيل وين نبيل ظهر يدور على شغل وصدقتي صدقته عم بحاول اتظاهر قدامه اني صدقته بلكي الله بيهدي ماما ابنك نبيل عنده عقدة نفسية اسمها عقدة نجاح خيو إبراهيم وهيك حالة بدها دكتور نفساني وليش هو دكتور النفساني؟ لا يخلصوا من العقدة الله يخليك على بكرة روحي روحي على مدرستك ما حدا رح يتعقد غيري هلأ بدك تقنعيني إنكم عملتوه مثل بعض وحبيتوه مثل بعض بس كبروا طلع واحد مهذب وبيحب العلم والتاني لا مهذب ولا بيحب العلم ما هيدا اللي مجنني ماما صحيح كنتوا تعرفوه من بعض إنه صغار يعني مش يمكن اللي سميتوه إبراهيم بس كبر صار هو نبيل ونبيل إبراهيم من وقت اللي صار عمرهم 4 أشهر هن فرزوا نفسهم وقالوا لنا مين إبراهيم ومين نبيل كيف؟ كيف هن؟ إبراهيم ضل يرضع لصار عمره 2 سنين ونبيل من ابن 4 أشهر فطم حاله وما كان يقبل يشرب إلا حليب علب بيزهر نبيل من زغطهم شكلجي وقاله رأيه الخاص وبتقليلي نبيل معقد من خيو وبده دكتور نفساني طيب كيف نشحوا اتنيناتهم سوا وفاتوا على الجامعة؟ دعي له إبراهيم اللي كان يساعد خيو يساعده بالنجاح؟ وقت اللي يشوفه مأخر وخصوصا بالامتحانات كان يستغل الشبه اللي بيناتهم وفوت يعمل امتحان عنه والأساتذة ما كانوا ينتبهوا عليهم؟ كيف بدهم ينتبهوا طالما بيك الله يرحمه لا قبل ما مات وهو عيط لإبراهيم يا نبيل ولا نبيل يا إبراهيم شفتي هيدي اللي عملت عقدة نبيل من إبراهيم الله يخليك حش تتفلسفي وتعقديني معك ما في بتحكي إلا بالعقد روحي على مدرستك حبيبتي روحي وخلصيني رايحة بس في سؤال بدي أفهمه شو هو
مدام إبراهيم كل عمره يساعد نبيل ويعمل امتحانات عنه لينجحه، ليه ما ساعده بلندن وخلاه يصير طيار مثله؟ بدك يساعده على خراب البيوت؟ يا بنتي هيدي سواقة الطيارة، وسواقة الطيارة مسؤولية. حق معك. يلا تقبريني، بفتكر تأخرتي على مدرسة. كمان حق معك. أنا رح أدعيلك حتى تنجحي، بس لازم تتكلي على نفسك وتعتمدي على دروسك، مش تعملي مثل نبيل اللي عيش طول عمره متكل على خيه. يلا حبيبتي الله معك. باي ماما. باي، تقبريني الله معك. قال ليش واحد طلع مهذب وبحب العلم، والتاني لا مهذب ولا بحب إلا حاله. ليه؟ لأنه واحد رضع من صدر أمه وأخذ حنينة، والتاني غروا الإعلان ولحق حليب البقر. حضرتك من وين مخرج؟ من بلجيكا. جايب معك ورقك وشهاداتك؟ نعم. ماشي تفضل. فوت عند السكرتيرة عبي الطلب. حاضر. تفضل حضرتك. نعم. معك شهاداتك؟ نعم. من وين مخرج؟ من ألمانيا. شو هذا؟ أنا طلبت الشهادات مش كارت واسطة. ما حضرتك اتصل بصاحب الكارت وهو بيوضح لك بصورة أوضح عن كل شهاداتي. تفضل. قل له للي بيعتك الشركة بدها شهادات مش كارت واسطة. يلا يلا غيره. يلا تفضل. تفضل حضرتك. صباح الخير حضرت المدير. صباح الخير. معك شهاداتك؟ نعم. من وين مخرج؟ من لندن. كم ساعة عامل طيران؟ 150 ساعة. عظيم. فوت عند السكرتيرة خليها تعطيك تعبي طلب وارجع لعندي. عند السكرتيرة. سكرتيرة هون ورجع لعندي. يا تفضل حضرتك. شي حتى طلبتوا قبل السيارة؟ هي حسيت حالي ما بني شي، عرفتي؟ قلت شو عزبتوا على المستشفى؟ يعني بلا المستشفى؟ بلا يا أخي، بلاها هم وغم ودفع مصاريف على الفاضي، بعدين أنا ما بني شي، صحتي مثل الحديد وبقوة 24 فولت وغطت القلب اللي صارت معك. غطت القلب؟ يمكن تشويبي هاي، بس راحت الحمد لله. بتحب وصلك على البيت؟ لا لا ميرسي، ما تعذب، ما هو هاي البنية نحن ساكنين هون بالبنية. اطلع اشرب قهوة معنا. إيه لا ميرسي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليك بلاقي لي معك شي سيجارة ما بدك اياها؟ نحن بالاسعاف ما بندخن. ما حلو تاني مرة دخنه، بلكي واحد قطع مثلي، وين بياخذ؟ ما حلو هيك، ما حلو. كان جايبها تاكسي. اسعاف جايبها تاكسي؟ ايه. ليش صاروا عم بيشغلوها سيرفيس بهالايام؟ لك لا، بس انا لقيت حالي كنت بمكان بعيد ومقطوع من المصاري، قلت يا صاحبي اعمل حالك غاطت على قلبك، بيطلبوا لها سياره الاسعاف، وهيك صار. ما حدا رح يغط على قلبه بسببك الا انا، الا انا ولابني. ما معك مصاري بتضحك على الناس وبتمثل عليهم غاطت على قلبك، لتوصلك الاسعاف. طيب شو بدك اياني اعمل يعني؟ بدي اجي من اخر الدنيا لهون ماشي؟ بعد بلكي ضربتني الشمس انا على راسي، بعدين ما عندي غير الصباط، بلكي احترق. الله يهديك يا الله يهديك وينور عقلك. ماما هيكي فوتي شوفي لباب، بلكي معه هيك حق شعل بالدخان. برهم مش هون. وين راح بكره؟ راح على المطار ليشوف انتي ببلش بوظيفته. شو؟ قبلو؟ نعم قبلو، عقبال عندك. يعني صار معه مصاري؟ منين معه مصاري؟ معقول يتوظف بالشركة؟ لك يا ابني افترض انه توظف، بده لأول الشهر ليقبض أول معاش. يعني شو لآخر يعني؟ الشهر. يعني شو يعني؟ شو يعني؟ يعني أنا بضلني هيك بدون دخان لآخر الشهر؟ أو روح اشتغل شو بعوض؟ بدك تضل متكل على خيك؟ ولك يا حبيبي ما فكرت يوم بعمرك تعتبر وتفتكر بنفسك؟ ماما أنا عم فكر أعتمد على نفسي. عم بتفكر؟ نعم. عم فكر بمشروع بجيب لنا ملايين ليرات. ها وشو هو هالمشروع؟ سرقة ولا نصب؟ اختراع.
اختراع شو؟ صاروخ عابر للقارات؟ لا لا، اختراع هيك يعني لمبة فيها إشعاعات مهدئة للأعصاب، مش أحسن من الحبوب اللي عم تاخذها الناس بالأيام وبتنضر؟ كيف كيف؟ ولك يعني لمبة 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 بتحطيها بقوت النوم بتطلع فيها ثلاث ثواني بس بتنامي نوم عميق وما بتوعي إلا ما يطفو اللمبة. يعني اللي عنده ولد مثل حضرة جنابك بتعب الأعصاب، إذا شافت اللمبة بترتاح أعصابها وبتنام؟ دغري، وتحس حالها نايمة هيك على 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 ريش حرير وطايرة بالجو مثل الدجاجة. وين يا صناديق اللمبة؟ في منها بالسوق؟ ما في، أنا عم فكر، عم فكر فيها. عم بتفكر؟ آخ ما بعرف ليش أنا عم فكر، آخرتك راح تكون بالحبس. هكا الحال كل المفكرين يعني هيك أصحاب العقول اللي مثلي أهلهم ما بفهمون، ما حدا بفهم. روح من وشي، روح دبر لك شغلة تنفعك أحسن من جن جنوني، أحسن من جن جنوني لك وزدتك من البلكون. أوكي أوكي ماما. نعم. ليكي بدي بحاسس إنك أنت عم تتعبي بهالبيت، عرفتي كيف؟ شو رأيك تتجوز؟ تتجوز؟ ولك تشغل بالأول يا صبي. مع بالك عم فكر بمشروع فيه ليرات حيجوا وبلكي من نجح مشروعك، بتعيش بالدين؟ طيب معقول ما قلتي خيي بابا بتوظف، معقول يتركنا ويتخلى عني؟ من كل عقلك برهوم توظف تيصرف عليك وعمارتك؟ قطيعة، ما اللقمة اللي بالطعم اثنين بالطعم ثلاثة بالبيت. نبيل رح يطلع حليب النور، ها حمول حالك وفل من وشي احسن من زدتك قلت لك عن البلكون. لك جعلت كثير تيابي، جعلت كثير تيابي. بعدين ما حلو هيك الأم يعني هيك تكره الأخوة ببعضهم وتحرمهم السعادة اللي عايشين فيها. ما حلو ما حلو. ما حلو تقبرني. لا ما حلو ما حلو. بعدك هم يا أبني ستك فلا. الله يكون معك يا ربي، يا رب تهدي لها الصبي يا رب. طيب بترجعي الملف للإدارة وبتسكري باب التوظيف. حاضر. وبتخبري الشباب اللي تقدموا بطلباتهم إنه الشركة ممكن تعتزل، لكن مش هلا، بعد فترة. ولا واحد نجح منهم؟ بلا نجح واحد بس. أي واحد؟ هو الكابتن بوب. قلت أنا هيدا أحسن واحد. تفضل. عفوا حضرة المدير، فيني فوت فرجيك البدلة؟ طبعا فوت، تفضل. تفضل. المضيفات هلا وامال بعدهم برا؟ ايه ناطرين برا ستاند باي. خليني تفضلوا لها. بدله حضرتك مضيف، شو رايك بالبدله؟ البدله برومتي شو؟ بروم كثير كويس. بيظهر خياط الشركه كان مجهز البدله لغيرك طلعت لك، مبروك. هذا بفضل دعمك وتشجيعك. لا لا لا، بفضل شهاداتك ونجاحك بالامتحان. قالوا لك بكره عندك اول رحله؟ نعم. عظيم. هلا انا بعدت ورا المضيفات هلا وامال مشان تتعرفوا على بعض قبل ما تطيروا سوا. نعم. اهم شيء النظام، المحافظه على نظام الشركه، نظام الركاب، لانه الفوضى اللي عمت الشركه بسبب الكابتن اللي كان قبلك كانت كفيله تطيرني وتطير الاداره وتطير الشركه لو ما طار هو. لكن هل من الناحية ما تخاف، لأنه أنا بطبيعتي إنسان جدي ونظامي وبحب كثير النظام. عظيم. تفضل. بعتت ورانا حضرة المدير؟ بعتت وراكم حتى أعرفكم على الكابتن بوب اللي اختارته الشركة واللي رح تكونوا أنتوا وياه ابتداء من رحلة بكرة مع بعض. الهوستس أمل، الهوستس هلا. تشرفنا أنيسة. هلا، اسمي هلا. حضرتك أمال شطور. ألو، أيوة الإدارة. طيب يلا جاي. فيكن تطلبوا قهوة، أنا مضطر أترككن، عندي اجتماع إداري مضطر أترككن مع بعض شوي. يا أنا أنا عندي اجتماع إداري، ما تحاولي لي خطوط. كيف بتحبها؟ نعم؟ كيف بتحبها؟ القهوة؟
طبعا القهوة، لكن العروس إذا القهوة بتحبها حلوة، لكن أكيد العروس بتحبها وسط. نعم لا لا حشتي حجية، انتبه القهوة وخلصينا. حاضر. ألو، ثلاثة قهوة على مكتب المدير، قهوة حلوة بليز. وحضرتك عزيبي ولا مجوز؟ أنا عزيبي. ولا خاطب؟ كنت خاطب وتركنا. بيظهر ما تفهمته. يعني أنا بطبيعتي إنسان جدي ونظامي، وكانت هي ميالي الفوضى، يعني ما تفهمنا وتركنا بعض. أنا بحب الشاب يكون جدي، وأنا بحبه يكون نظامي. أنا بحب أمشي. كابتن والقهوة اللي طلبناها. معلش هلا اشربوا انتم، لانه انا عندي موعد وتاخرت. معلش معلش انا لازم معلش. ولا كابتن انتبه، كنت غسلتني بالقهوه. برضون بالوزير. برضون مين بده يدفع لي حق الفنجين والقهوه؟ طبعا الكابتن. انا قديش بتريد؟ الف ليره حق القهوه، والفين ليره حق الفنجين انكسروا، وألف ليرة صاروا أربعة، وثلاثة حق الكبايات ثمانية. ثمانية آلاف ليرة حق فنجان قهوة؟ نعم 8000 ليرة. وكمان كرمناك ب20% لأنك أول مرة بتطلب طلب. حاضر حاضر. خمسة وستين أربعة واحد ثمانية وشكرا. شو قصير 50؟ هاي اخر مره بحياتي انا بحياتي بشرب قهوه. عم اذكركم معلش ما تلغزوني. والله ما انكسر فيك شيء. شو بده ينكسر؟ حضرتك مضيف انكسر فنجان القهوه يعني خلصنا، فكيف لو انكسر فيك كان اخترب بيتنا. عصير ما تلغزوني. عم اذكركم عم اذكر حضرتك المدير. شو هذا اللي صاير؟ شو هذا؟ حضره المدير بيظهر الكابتن اللي حرام السكرتيره بيظهر الكابتن اللي اخترته كتير خجول، من خجل وقع صينية القهوة على الأرض وضرب فيك وقع هو. أكيد بتكونوا سربلتوه بسؤالاتكم واستفساراتكم، بعرفكم أنا شو عم تعلموني عليكم. ولو يا حضرة المدير، هيك رأيك فينا؟ ما بدها ولو. إلى شي عمة الفوضى بقى الشركة اللي بعد ما وافقت الشركة على تعيينكم فيها. يلا روحوا عبيولكم واستعدوا لرحلة بكرة. عن إذنك. نعم يا ابني، مين بتريد؟ انا الكابتن بوب. بوب فيلي فول. ابراهيم يقبرني هتطلي، تقبرني هتطلي. الف مبروك يا رجل، في الف مبروك يا تقبرني انت. ماما يا عيون الماما انت. اوي ها برهوم يا لبي، اوي ها ويا فلفول الحديق، اوي ها وغيرك صار كابتن، اوي ها ولغيرك ما لبي. لا 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 لا. ما بسمع تعلي صوتك هالقد، هلا بسمعوا الجيران بيفتكروا عنا عرس. خليها تيجي تشوف كل الجيران العريس ببدلة عرسه. بس انت بدك تشيلني. يا تقبرني يا تقبرني، شو اللي بقيت لك يا تقبرني انت؟ عن جد؟ عن جد اللي بقيت لك؟ حالي فيك. قلي يمي. نعم. هيدي البدلة أعلى ولا بدلة الضابط؟ لا بدك تقولي هيدي بدلة كابتن طيارة. يعني أعلى من الضابط؟ يعني مثل بعضها. يا تقبرني انت يا تقبرني، الله يحميك ويفرحني فيك يا رب. قريبا إن شاء الله. اللي يمي تقبرني. نعم. بديم الله وفقك وتوظفت، بلكي بتدبر خيك بالمطار بشي وظيفة هيك إدارية. طبعا شو معقول نترك نبيل هيك لا شغلي ولا مستقبل. يا الله يوفق لي إياكم يا ولادي. تمام. أنا بدي فوت على الأوضة حضر أغراضي، حضر ورائي، راجع دراساتي شوي، لأنه بكرة عندي سفر. بالطيارة؟ لكن بالسيارة؟ يتقبرني يمي لك عشرت. بتسوق الطيارة وما بتفتح الشباك يسرقك الهواء، وبتسوق عمهلك، الطيارة كبيرة كتير. يا رب سلمكن. يه 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 يه. شو في بيتنا كابتن؟ لا في بيتكن خيك التوأم بلوك، وبكرة رح طير، رح بمرق فوق البيت وأشرك بالطيارة. قرب
قرب بوس خيك وقل له مبروك. هلا هو عرقان ضروري قرب من هون لهونيك لبوسه. ألف مبروك. ليه ما شوفك مثله ولابس البدلة؟ كنتي خلفيني قبله كنت بصير مثله. بينك وبين دقيقة. إيه؟ الدقيقة إلى تأثير. ومثل ما بيقولوا أكبر منك بدقيقة أفهم منك بسن. لا يا زكي. بيقولوا أكبر منك بيوم أفهم منك بسن. ولك مثل بعضها، ما الدقيقة صارت بالأيام يوم، ما كل شيء غلي. هذا اللي شاطر فيه. على كل حال أنا فيت على الأوضة وما بدي حدا يزعجني. طيب يتقبلني. شو؟ راح ينام؟ لا، راح يدرس، لأنهم بيقولوا من طلب العلا سهر الليالي، وإنت أمتين راح تدرس لتتوظف مثله وتطير؟ وأنا كل يوم بتوظف وتاني يوم بطير. عن إذنك. لوين؟ المطبخ، تعبي بطني بيرتاح راسي، ساعتها بقدر أفكر بالشغل. إيه روح تقبرني، روح في تصحصح. الله يهديك يا ابني، طريق المطر كلك سجري، والله يديمك للطيرجي. ماما صحيح توظف بابو ولبس البدله؟ معلوم، وبكره راح يطير فوق البيت ويقشر لنا بايده. وينه؟ يا حوه بالاوضه، طلعي فوتي باركي له وطلعي بسرعه لانه مشغول كثير. راح بارك له وذكره بالهدايا اللي لازم يجيب لي اياها من كل بلد بيسافر عليها. يلا حبيبتي يلا. يا رب يا رب توفق العيلة وتكبر العيلة حتى يضل هالبيت يجمع تحت سقفه كل العيلة. بقول استاذ نبيل زعلان وقاعد لحاله لأنه خيه توظف بالمطار وهو ما عم يلاقي شغل. مشكين كانوا بلندن، لو انتبه لدروسه كان نجح مثل خيه، صاروا اثنيناتهم كابتنين. وهلا في يعمل كابتن طيارة؟ لا بوسطة. انتبه يسمعك بيدربك. ما تخاف عليه، بكره هو وخيه بيتفقوا على الشركة وبصيروا رايحوا بعض، يوم هيدا بطير ويوم هيدا. حق معك، مثل ما كانوا بيضيعوا المعلمين بالمدرسة، أكيد بكره بيضيعوا الشركة وبفكرون اثنيناتهم واحد. أنا لازم ثبت للناس إني مش فاشل وخيي مش أشطر مني. لازم استغل الشبه اللي بيني وبينه وطير محله. لكن أكيد إبراهيم ما رح يقبل إني سوق طيارة. إذا هو ما رح يقبل أنا لازم أتصرف. شباب مين منكم بحب يسافر؟ إيدنا بزنارك. اوكي، كل واحد تكت مقابل خدمة إنسانية. موافقين؟ بس كيف؟ خلص مادام موافقين اتركوا الكيف علي أنا، بس على شرط الموضوع بيبقى سر بيناتنا نحن الثلاثة. أوكي؟ أوكي أوكي أوكي. يي يي شو معجوقة يي، حاجة تفرشي له هالبدلة هلا بتهري له إياها. ما رشي اتركي تفرشي لأنه ماشي بالأيام غير أصحاب الفراشة يا ماما. شو قصدك؟ لا بردون، يعني قصدي إذا فرشيتي أو ما فرشيتي الهدية رح تجي. خي ريحتني، الله يريحك، إيدي خضرت. بعرف. تقبرني تفوت جيب لك لقمة كل قبل ما تروح. ماشي ماما، هلا بتروق بالمطار. طيب وفنجان الشاي؟ كمان بشربه هونيك، تأخرت عشرلي معلش. مثل ما بدك يا حبيبي. أوكي. نبيل وين؟ نبيل ظهر من قبل الضوء، قال لي أمول يمول له مشروع اللمبة. مشروع شو؟ مشروع اللمبة اللي اخترعها. لمبة؟ الله ينور لمبة راس وامين يا رب. الله معك تقبرني. دايلي. الله معك يا حبيبي. اوعى تنسي لي الهدية. عراسي. احلى هدية لاحلى صبية. تقبرني الله يكون معك. الله معك يا حبيبي، الله يرضى عليك. عقبال ما خيك يصير مثلك يا ابراهيم. روح روح دغري. روح انتو مين؟ ابو شغلك. روح لوين؟ شيل روح روح روح.
عجب روح مش معقول لو كنت انا المدير ما كنت عرفتك اذا كنت ابراهيم او نبيل مش عرفك اي والله اسمعوا مثل ما اتفقنا عند عشيه بين 9 و10 تتركوه يرجع على البيت بس اوعوا كنت تخلوه يشوف صوره وشكم مفهوم بس وين التيكت تيكت لا مش ولا ذوق لك طول بالك لمطير اول رحله بس مظبوط 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 مدموزيل مدموزيل نعم مسيو دخلك هالمذيعة صار لها من على بكره عم تذيع انه الطياره رح بتطير وما كانت بتعرف تطير في اعرف ليش وانت شو اللي زعجك انا مسافر معكم بدي اعرف اي متى بتطير الطياره لا اعرف اي متى بودع اهلي اه ما بيسوى تودع اهلك غير بس تمشي الطياره صار لي 3 ايام بودعهم وبيرجعوا بيلاقوني بالمطار انت الحق عليك بس تسمع نداء الطياره روح على الطياره كمان صار لي 3 ايام بروح وبيرجعوني وبقولوا لي مش هاي الطياره اللي حاجز عليها شفت يا مسيو اذا انت عم تغلط نحن شو ذنبنا اوف هلا هلا نعم مدير طلبنا لاجتماع قبل ما نطير شفت الكابتن بوب جود مورنينج جود مورنينج سافر معنا يعني اذكر الديب وهي القضيه سوري لاني كنت بحوزه مرحبا. اهلا فؤاد. بردون. مش فؤاد. مرحبا شباب. اهلا. سافرين مع بعض؟ ايه نعم. عرفتكم. انتو الهوستس. لا. بلا. بلا. Good morning. Good morning كابتن بوب. Good morning. شفت المدير؟ والله شفته امبارح بالمنام وقمت مثل المجنون من المنام. شكله بخوف له. كابتن المدير طلبنا لاجتماع ضروري ممكن تتفضل معنا؟ Of course. انا اذنكم. دخلك بعده مكتبه اول باب على الشمال. مكتب المدير؟ نعم طول عمره بالوجه لا في شمال ولا في يمين بتصدق نسيته لو؟ ولا وحلك تنسى ما صار لك جمعتين وانت كل يوم عنده بالمكتب ما هو بدك تقولي يعني اللي بيشوفك بينسى حاله ما راح ينسى مكتب المدير اتفضل معنا اذا بتريد اوكي اوكي بس شو اسمك يا حنوني؟ هلا هلا؟ لك هلا يا هلا منلك هالحلا ولك يا تكون الحلوة مثلك يما بلا انت شو اسمك يا قلبي؟ ولو من بارح تعرفنا على بعض كمان نسيت اسمي اسمي أمال أمال؟ شو حلو أمال أمل حياتي يا حبي غالي ما ينسي فيش شيش يا أهل يا أهل يا أهل خلصنا الرحلة تأخرت والمدير ناطر أوكي فضل بردون عن إذنك بس معكم تيكت شباب؟ نعم كلكم معكم؟ نعم وهيدي المدى مع تيكت؟ طبعا مع تيكت هلا بس نطير بتاخدي منها التيكت ليه؟ بتاخدي منها على الكيلو لازم تربح الشركة حرام قلبك على الشركة؟ لكن قلبي عليك يا عليك تفضلي تفضلي هي اختي هون هون شركة امور البيت من بحسب البيت تفضل انا معك معك لك يا عمي فهميني اتأخرت الرحلة ولازم مشي الطيارة فهمت فهمت نعم كيف؟ مين هيدا اللي بيحكي على التليفون؟ معرفته؟ وهم تعرفوا شو؟ بيع فليبرز؟ حضرت المدير؟ شو بتحكي؟ هيدا المدير؟ يلا شو تغير علي ولو؟ يا يا نعم نعم لا لحظة بس لخلص التليفون بس عجيب اخرتي نعم عم بسمعك حكي نعم
ما مين عم يحكي؟ ما بعرف، هلا سمعته عم بيقول مع ست. يا قطيعة، ما في اسأل من الستات بس تعلق على واحد هيك بالتليفون. يا فهميني فهميني، خليني مشي الطيارة هلا، بعدين بحكي معي. سيدنا اسمح لي على اذنك. اسمح لي. لا لا اسمح لي اسمح لي. الو، مين عم بيحكي معه؟ شو ما بتفهمي؟ ما عندك زوم؟ ما عندك دم؟ ما سمعتيه صار ساعه بيقول لك مشغول وعنده شغل؟ سكر الخط. ما بسكر انت، انا بسكر. عن اذنك. ها؟ خلص. لك انت عارف مين الست اللي سكرت التليفون بوشها؟ ست من الستات سيدنا. حضرتها بتكون مرتي. او اذا دخيل عرض. مو سيدك، لا قدام، ماني عارف منك. انا افتكرت ست من الستات اللي بتضيع وقتها ورا الرجال الناجحين مثل حضرتك يعني. طيب تفضل. هلا اذا رجعت تلفلت لي وسالتني مين سكر الخط بوشي، شو بقلها؟ يعني الا بدك الا مخابره خارجيه فاتت على الخط فقطعت الخط. شو حضرتك جاي تعلمني على الكذب؟ باردون باردون باردون. نعم نعم، انا سكرت التليفون بوشك؟ معقول؟ لا 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 لا، هيدي مخابره خارجيه قطعت الخط. خلص خلص، احسن ما تطير من الشركة من تحت راس لسانك. كذاب. ايه هلا بعد 10 دقايق بتصل فيكي. 10 دقايق بس. طيب مهم مشان شو بعت وراكم انا ما. ايه بعت وراكم مشان فحطكم بالصورة. اليوم في معكم على الرحلة شخصية مهمة وبدي منكم تهتموا فيها. مين حضرة المدير؟ معنا اليوم على الرحلة الوزير مخلص أبو الوفا. شو عم تحكي سيدنا؟ ما معنا وزير بشحمه لحمه على الطيارة؟ ايه وشو، ليش مستغرب؟ مش مستغرب، بس أنا طول عمري بشوف الوزير يعني بالصورة بالتلفزيون، بس أول مرة حشوفه شخصيا. فأرجوك بدي منك تكرمه باسم الشركة وتديروا بالكم علي، ها؟ حتى إذا اعتزناه شي مرة يدير باله علينا. ولا يهمك حضرة المدير، هلا خلي لك كل الركاب يضلوا يقولوا له يعيش 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 من وقت ما تطلع الطيارة لوقت ما تغط وتنزل بالمطار. لا 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 لا، مش لهالدرجة، أنا عم بطلب منكم تكرموه مثلا بفنجان قهوة كل نص ساعة، بالغدا يكون على ذوقه، مش أكثر. خلص سيدنا ولا يهمك، يعني خلي لك إياه ينبسط ينبسط بشكل حتى يلغي رحلته ويقرر يرجع معي على نفس الرحلة. أكيد أنت عم تفهم علي شو عم أطلب منك. سيدنا أنا عم بفهم، بس بيظهر حضرتك تليفون مدامتك خربت جهاز الاستقبال اللي عندك، لذلك أنت ما عم تفهم إنه إحنا عم نفهم. شو ما بيفهم ما بيفهم. ما تزعل حضرة المدير، أكيد الكابتن بوب شاف إنه تليفون مدامتك زعلك فحب يضحكك هيك قبل ما نمشي، ما هيك؟ طبعا ما هيك. طيب طيب طيب، روحوا على شغلكم. حاضر حاضر. ومثل ما فهمتكم. حاضر. سيدنا منجيب لك شيء معنا من برا ونحن راجعين. لا شكرا. لا يعني ما تحمل هم، يعني عرفت كيف، وما تحمل اسئله ابدا. شو بدك؟ حتى لو بدك لبن وعصفور. لا لا شكرا، مع السلامه. عن اذنك سيدي. عن اذنك. شو بدك؟ نعم. مين؟ المدام؟ يا اخي الا مت. تعلن الهبوط الجويه الفنيه عن قيام طائرتها المتجهه الى علم السعاده، فعلى جميع المشاهدين الكرام التوجه الى الطائره مزودين ببطاقات المحبه. بدون فوضى إذا بتريدوا. أوكي بس هلا؟ نعم. وينها؟ مي؟ دخل غرفة القيادة بعده مركزها بأول الطيارة؟ أي وين بدك يحطوا لك إياها؟ على السطح؟ لا لأنه كل شيء بتحطيه بمحله وترجع ما بتلاقيه بمحله بهالأيام. كيف؟ لك قلبي مثلا، قلبي كل عمره على الشمال بس شافك صار على اليمين، ليه دخلي؟ كابتن تفضل على غرفة القيادة، بظن تأخرنا على الرحلة. حاضر يقبروني الحلوين بس نرفزوا عن إذنكم. يلا شباب اربطوا الأحزمة رح منطير. حنطير؟ وين الأحزمة اللي بدنا نربطها؟ كابتن كابتن الطيارة ما فيها أحزمة، شو منقول للركاب؟ ما فيها أحزمة؟ لا ولا شو الأحزمة؟
مين عم بيطلب عزيمه؟ انت بتطلب عزيمه؟ اصلح؟ ولا حدا يطلب شيء ها؟ كلكم تكمشوا ببعض احسن ما توقعوا، كمشوا ببعض لشوف. ما بحدا عايق لانه مشغول. عن اذنك يا قمر. دخليك؟ شو بقول كابتن؟ ما بعرف، مشخشب لي مخي. ليه؟ مبارح كان انسان متزن وخجول، اليوم قلب 180 درجة وصار وقح. ولو بدها سؤال بس قبلوه بالوظيفة ارتاح نفسيا. ايه يا اخ يا حبوب. نعم. يا معلم. نعم. مش حضرتك مساعد الطيارة اللي معي؟ بلا. يا ام عابا بدنا نطير. ضروري توعيني، طير لوحدك وتركني نام. اتركك تنام؟ يا حبيبي ورحلة حتكون. سيداتي وسادتي، مع تحيات الكابتن بوب بتمنى لكم رحلة موفقة مع المرح والفرح والسعادة وبون فواياج. اوكي. صوتك احسن ما يخافوا الركاب اكثر ما هن خايفين. خلص تركوا بعض وبركي وقعنا. ما رح توقعوا، ما خلص صرنا فوق الخيم. بدك تدغري، انا خايفين اكثر منه. طب انا برايي تخبي خوفك لبعدين. امتى لبعدين؟ للنزله. كابتن. هلا. اسمعيني على الفيرست كلاس. ليه مين معنا بالفيرست كلاس؟ شو مين معنا؟ معنا مع معالي الوزير اللي وصلنا فيه المدير. معالي الوزير نزل من اول الرحله. شو عم تحكي؟ نزل؟ نزل. كيف نزل؟ نزل بالباراشوت وقال لي التوبه اذا بعد بعيده مع هيك كابتن. نزل بالباراشوت؟ الله يوصله بالسلامه يا رب. ليكي يعني الفيرست كلاس فاضي لكن؟ لا مش فاضي، في معنا مفاجأة. مفاجأة؟ لحقني وشوف. حاضر. يا رب. يا رب بس ما يطلع خي ابراهيم ويكمشني ويفضحني هلا يا رب. ودي هي ولك حاج نايم، قوم بقى خلصنا سوق الطياره، عندي مشوار على الفيرست كلاس ورجع. قوم. مش معقول شو هالرجل هيدا. اهلا وسهلا بالاستاذ سعاد محمد. يا هلا. اهلا وسهلا بالاستاذ اسعد. يا اهلا فيك. لما هلا بغرفه القياده قالت لي عنا مفاجاه بالطياره، فعلا خفت من كلمه المفاجاه لانه بتخوفني مفاجاتها دائما. ليه؟ لانه دائما بتوقعني بمقالب. أول مرة بلاقي المفاجأة أكثر من مفاجأة هي وجود سيد سعاد محمد معنا بالطيارة. يا رب يخليك. يا أهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. سيد سعاد محمد، إذا ذكرنا التاريخ فالتاريخ الفني العربي بقول سيد سعاد محمد يعني سيدي مطلقة على التاريخ، متوجة على التاريخ من حيث الصوت والغناء. قديش العمر الفني؟ ليه بس؟ لا يعني بس عشان كده يعني انت عارفة يعني عشان مدام بس. انا قلت العمر الفني يمكن انت ما انتبهت. عمر الفني ما انا عارفة هو عمر الفني ما هو فضيحة سبحان الله ولا فضيحة. ولا يهمك اقول. طب العمر. عمر الفني سنة 48 انا اول ما غنيت. اول ما غنيت. بس كنت طفلة. عيب. مش كبيرة. قديش يعني كان عمري؟ يعني قولي 10 سنوات تقريبا. أيوة. 10 بتتذكر شيء اول اغنيه غنيتيها استسمار؟ اول اغنيه غنيت لام كلثوم. لانه ما كانش عندي الحان. غنيت افرح يا قلبي، غنيت الليله عيد، اغاني ام كلثوم. بعدين صار عندي لما مشينا شوي بمشوار الفن، اول ما غنيت دمع على خد الزمن، مظلومه يا ناس، غريبة والزمن قاسي، أغانية الله يعني. إيه. الله. أحلى أغاني التاريخ اللي يعني شهرتني الحقيقة بالأغاني دي. طيب خلينا نسمع شوي من دمع على الزمن. باعتبار دايما أنا بعرف الفنان أنه أول يعني أول عمل فني بحياته بيبقى مؤرخ بذاته وبيأرخ ذاته. دمع على خد الزمن ودمع على خدي، دمع على خد الزمن ودمع على خدي. ليه دمعتك يا الزمن؟ الدمع ليه واحد؟ دمع على خد الزمن
ودمع على خدي. الله الله أغنية حلوة جدا والله، بيطلبوها مني تصور لهلا. طيب انا بعرف في اغنية لسيد درويش اللي بيسس في الباشا. أي دور أنا هويت. أنا هويت. أي غنيتيها بفيلم. فيلم بمبا كشر، بس ما حطوها كلها، حطوا مقطع منها مقطع زي بعضه. بس ما في شك إنه دور كان دور عظيم. وأنا الحمد لله أديته كويس. سمعنا شوي. لا أنا هويت لا بده عايز يعني موسيقى. ما والله ما بده موسيقى مع صوتك، الموسيقى بالخلاص. وانتهيت وليه بقى لوم العزوم يحب أسعد. اليوم نحن سعداء بوجوده، نعتبر سفرتكم الزوجية السعيدة مع رحلتنا الفنية السعيدة تشكل كوبل واحد. بدنا نعرف كيف الأستاذ أسعد تتعرف على سعاد وكيف التقيوا هذا اللقاء العاطفي الحب، لأنه أنا بعرف الفنان مثل وردي إذا ما في حب بغزي ما بعيش. يقال الإذن تعشق قبل العين أحيانا. طبعا فنحن طبعاً بنحب الطرب، وكنت أسمع يعني أنا وهيك شباب طبعاً نسمع الست سعاد. بلاش شباب لا الحمد لله يعني كبداية كنت من المعجبين بالست سعاد. طبعاً في يوم هيك كنا سهرانين في البيت عائلتي يعني. لا في ذكرى أنت قلت لي هلا من شوي انه كنت انت دايما تقول لاهلك انك انت بدك تتزوج فنانه في يوم من الايام، بس مش عارف مين الفنانه. شي 3 سنين أو 4 سنين بعدين فعم نسهر العائله، قلت لهم والله انا بدي اتجوز فنانه من غير ما كنت تعرف تتفاعل فنانه لها اسم كبير ومشهوره. والحقيقه ما كان براسي يعني ست سعاد او اي. فصاروا هيدا يقول صباح، يقول سميره توفيق، يقول قال له ما بعدين بتشوفه. وانت كنت عارف ست سعاد؟ لا لا بس بالاحساس يعني. بالاحساس حلو. فالى ان ناوي علي من الاول ماشي سنة و4 أشهر تقريبا احد الاصدقاء بيعزمني بيقول لي بدنا نروح عند بيت ست نهاد فتوح، وفي ست سعاد اجت من مصر. فالحقيقه كانت الرغبه اني اروح اسلم على ست سعاد ونشوفها شخصيا. فالحقيقه سهرنا سوا وقلنا لها للست سعاد سمعينا، فسمعتنا هيك شوي. شو سمعتك وقتها؟ والله على ما اذكر انتظار لأم كلثوم. انا في انتظارك. شوف انت كان عندك احساس انك ستتزوج فنانه وهي كانت في الانتظار. هذا مظبوط. انا في انتظارك.
بدنا نرجع نحن شوي يعني بتعرفي نطمع نطمع لما نلاقي صوت جميل نطمع وكل انسان بيطمع بصوتك الجميل. بدي ارجع معي لفترات ماضي. ارختي بالفترات الماضية اغاني جميلة كثيرة وعديدة. نوعتي لكثير من الملحنين. مزبوط. لكثير. مزبوط. إذا طلبنا منك كمان بهالرحلة هلا اللي كلها صفاء ومحبة وجودك تسمعينا شيء من أغانيك المسجلة، شو بتقترحي علينا؟ طيب، في أغنية جديدة بدي إن شاء الله ححطها على الكاسيت قريب يعني. نعم. جمعة جمعتين بالكثير. هي بتقول هغنيها يعني مقطع. نعم. أوكي؟ على فين يا حلو سايبنا وماشي. أيوة. على فين يا حلو سايبنا وماشي، ما هو لسه بدري ما نستغناش. وحشنا خالص. أيوة. والله زمان. خليك مقانس حبة كمان، دي القعدة حلوة ومشبعناش. على فين يا حلو سايبنا وماشي. الله الله, الله. اعطيها خبر بالقيادة. الله خليك، خلي رحلتنا تضل لاخر العالم، نلف الكرة الارضية مرتين حتى تضل نستمتع. على استراليا تاني بنروح. هلا بهالرحلة الحلوة هاي، إذا حبينا نختار أغنية أنت تهديها للأستاذ أسعد، شو بتختاري له؟ بشو بتوعدي؟ بقدر أنا أطلب غنية؟ أنا ما طلبت. أطلبي. بطلب؟ عيوني. أوعدك. الله. بدنا نعذبك معلش. ولو تأمري أنت. على كل حال هذا وعد مني. هذا وعد. إيه. للأستاذ أسعد طبعًا. أوعده. أوعده. وعدي. وبتوعدينا طبعًا إنه دايمًا نشوفك. حاضر. أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك دايما فكرك. الله. أوعدك ولا يوم حنساك. أوعدك دايما فكرك. أوعدك ولا يوم حنساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك. ولا يوم أنساك يا حبيبي. استمعتم. أنا بشكرك على هالوعد. ميرسي. معلش ما تأخذوني لأنه ما في لعود ولا في يعني صوتك الموسيقى كلها. صوتك. بعدين الآلات الموسيقية. اختلفنا بعدين بس الموسيقى يعني بتخلي الفنان يكون مطروب. أنا معك أنا معك بس نحن مطروبين كلنا مطروبين. يا رب. كلنا مطروبين بس بوعدك برحلة تانية معنا بهالرحلة هاي. نجيب لك اوركسترا منعبي الطياره كلها بس وعدينا تيجي معنا مشوار تاني قوي. طالما في طياره اجي معك على طول. دهلك حاسه الطياره بتهز شيء مثل العاده. انا خوفين امال تكون عملتنا شيء قصه بالقياده. شو اسمه لا 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 دخليك شو بقول كابتن بتكون ضاربه كل الاسلاك براسه. شو اسمه الله شغلي بالي ما يكون في شيء. لك ما تخافي بكون عم يعمل سبور. سبور؟ حدا بيركض بالطيارة شو هي كورنيش؟ ليش بعد ما توظف حضرته بقي الطيارة ولك صارت مثل تنبر البلدية. شباب دخلكم شباب حدا منكم معه مفك براغي بجهته؟ شو؟ بقطيعة ما بتسمعوا كمان؟ مفك براغي. شو مفك براغي؟ كابتن ليش ما معك عدة جوا بالكابين؟ ايه مزبوط ذكرت يا الله منيح ذكرتينك. انت قول شو بدك مفك براغي؟ لا ماشي وقع جناح الطيارة. شو؟ أمال دخيلك يا مسيو هدية. أمال دخيلك مش وقتك يخطى قلبك هلا. أمال مس هلا. نعم مس هلا. الله خليكي شوفي لنا شباب إذا حدا معه بنسى. بنسى لشو؟ بنسى لأنه الموتير رح يوقع ولازم شده. يوقع الموتير يا عمي يا عمي ما تخافوا هيدا أشياء دايما بتحصل معنا بالطيارة دايما. وبيوقع الموتير؟ لا ما شو عم بتقولي لنا ما تخافوا؟ عم طمنكم بس. الا شو اسمه ليك؟ يا الله يا الله دخيلكم يا عمي فهمونا شو عم بيصير.
يا عمي رح خبركم، بس إذا حدا منكم بخاف يسكر ديني. خبرينا دخيلك، خبرينا. خبرك وقع موتور طيارة. وقع موتور طيارة؟ لك يا عمي شو بقى عم بغط عقبكم واحد ورا الثاني. عمار الورقة معك؟ لا ما معي. يمكن معي يمكن. سهلا؟ نعم. معقول الطيارة تضل طايرة بلا جناح وبلا موتور؟ ما بفتكر. ما بتفتكري انه يعني رح نخلص؟ ايه ما بفتكر. يا ملعون يا ملعون. هلا لك عم بوضعه، اذا تاني مرة نزعتها بشرفي لا حصلح لك الجناح ولا موتور. ايه؟ خل كده يا حبيبي. مبسوطين شكلكم نايمين؟ شو نايمين بأوتيل السعادة هون؟ غاطت عقلبن. غاطت عقلبن؟ من شو؟ لأنه وقع موتير الطيارة. ولا وقع شو؟ موتير طيارتي مش طيارتكم. نعم؟ موتير طيارتي. اللي وقع موتير طيارتك؟ لا، وضروري ترعبني وترعب الركاب بهالطريقة هاي وترعب المشاهدين. لك عريس. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. على امريكا على اتينا عفرنسا وعجبال القلب عكل الدنيا فيها حب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. أنت منتجوز يا حياتي ونخلي أمك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب. روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني. أي وانت جمالك شو بيعجبني؟ ما عندي فلوس ولا عندي قلب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب. ساعدني يا رب. باي باي يا شاب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب.